راح نعرف يعني أول هذه البشارة من مراسلنا عامر الأنباري في الأنبار. خلي بالك الله أكو طلاب طالعين من امتحانهم حتى يبشرنا حتى نطمن الأهالي، لأنه مو كل الطلاب هسي يوصلون يعني يلحقون يوصلون إلى منازلهم. مرحبا عامر. حياك الله عامر. أكو طلاب طلعوا من قاعات الامتحان، هل عرفت شيء عن الامتحانات أو الأسئلة اليوم؟ أجل قبل قليل خرجوا الطلبة من امتحان مادة الفيزياء، وأكدوا أن كانت الأسئلة بالنسبة للفيزياء حقا كانت آراء الطلبة حول الامتحان هذه المادة. الكثير من الطلبة أكدوا أن الامتحان اليوم كانت الأسئلة مطولة تتضمن 6 أسئلة الإجابة عن 5، وهناك ترك ظني، هناك بعض الصعوبة في هذه الأسئلة، هناك مسائل حوالي 4 مسائل في أسئلة اليوم الفيزياء. لكن على العموم العدد الكبير من الطلبة قدروا يتجاوزون هذا الامتحان، وأكدوا أن وجود صعوبة بأسئلة اليوم ووجود الأسئلة كانت مطولة بعض الشيء، لكن قدروا يتجاوزون هذا الامتحان. أما الفرع الأدبي فقد كان الامتحان اليوم هي مادة الاقتصاد. كانت آراء الطلاب حول الامتحان مادة الاقتصاد، عدد كبير من الطلبة شفنا الفرحة على وجوههم هذا اليوم. كانت الأسئلة بالنسبة لمادة الاقتصاد واضحة جدا وسهلة، وقدروا الطلبة يتجاوزون هذا الامتحان بنجاح. ممتاز ممتاز. طيب أكو ناس أجلت الفيزا لأن هسه المشكلة بالفيزا مو بالاقتصاد، أجلوا مجموعة كبيرة لو لا أدوا الامتحان؟ هذا لم أسمع سؤال جيدا. يعني مادة الفيزياء باعتبارها أنه مثل ما أنت قلت اختلفوا الآراء حول مادة الفيزياء، أكو ناس قالت مطولة وصعب بها نوع من الصعوبة، وأكو ناس قالوا يعني جيدة. هل هناك تأجيل لهذه المادة لو الطلاب امتحنوا وأدوا الامتحان؟ هناك عدد من الطلبة حقا أجل كانوا قد أجلوا هذا الامتحان لظروف صحيه، لكن البعض الاخر كان محبط قبل دخول الامتحان، التقينا بعد خروجه من الامتحان. اكد ان الاسئله كانت واضحه لكن كانت مطوله وبها بعض الصعوبه، لكن قدروا يتجاوزون هذا الامتحان، امتحان ماده الفيزياء، اللي اكدوا انه قبل دخول الامتحان واثناء لقائنا بهم ان ماده الفيزياء كانوا خايفين منها جدا، وكانت الاسئله كانت خايفين من اسئله هذا اليوم، لكن قدروا يتجاوزون هذا الامتحان، والتقينا بهم بعد الخروج من امتحان مادة الفيزياء. الحمد لله. اكدوا ان الاسئله كانت مطوله لكن قدروا يتجاوزون هذا الامتحان ان شاء الله. اذا مراسلنا عامر الانباري في رمادي، شكرا جزيلا لك. وجاي نلاحظ انه هي موضوع المطوله في كل الاسئله ابتداء من الاسلاميه الى نهايه الامتحان، يعني مو غريبه هذه. هسه انا امتازت بانها تكون مطوله، بها افرع كثير، واعتقد هي لخدمه الطالب. بالضبط، يعني اللي ما يقدر يجاوب يتركه مثلا، لدرجه راح تتوزع على كثير من الفروع. لو كان مثلا 4 اسئله وسؤال واحد وكله يروح 25 درجه مثلا نطير، لكن في حال انه تكون فروع عليها 5 3 2 تلم الدرجه، يعني واحد يستطيع انه. فبس هي احيانا يكون قد تكون من يشوفونها الطلاب مطوله حالتهم النفسيه، يعني يصير ارتباك بالموضوع، بس من يبدون يقروها ويبدا الحال لا يرتاح. يعني مثلا هسه الكيبي قالوا حتى الارقام هي من داخل الكتاب، لكن كثير من الطلاب يعني وجدوا صعوبه في حالها. انا اعتقد المشكله في التدريس، يعني اذا انا اتمنى من المدارس تشيك بعد تشوف النسبه وين القليله، وتشوف انه المشكله معناتها في المدرس، في مدرس الماده.